ازاي نرسم السنان بالوان السوفت باستيل. هنحدد يمين وشمال فتحة البق وهنرسم قوس لفوق يوصل بين النقطتين وواحد تاني لتحت. هنقسم الشكل ده نصين بالطول ونحدد شكل الشفايف فوق وتحت بخطوط مبدئية. هنقسم الفتحة اللي عملناها تلتين لتلت على شكل قوس مايل لتحت، التلتين للسنان اللي فوق لانها اكبر وبتبان اكتر واحنا بنضحك، وبتبقى نص دايرة من فوق ومستقيمة الى حد ما من تحت. كمان السنتين اللي قدام بيبانوا اكبر، وكل ما نلف معقوس الفك السنان بتبان اصغر. السنان اللي تحت الظاهر منها بيبقى شبه مربع صغير وبرده بيصغر كل ما نلف معقوس الفك. هنسيح اللون على الورقه ونرجع نتقل على الخطوط اللي محتاجه تتغمق باللون البني، ونلون الشفايف باللون الفوشيا او الاحمر او الطوبي ونسيح تاني. بعد كده هنحضر لون السنان بالبيج او الرمادي، واللثه وخطوط ما بين السنان بالفوشيا او الاحمر. بالنبيتي هتقل على الشفايف، وبالاستيكه القلم همسح حواليها عشان احدد شكلها. بالبيج هبدا افتح اللثه وخصوصا الخط اللي تحت الشفه على طول، وابدا ادرس السنان كويس واعمل لسعات الاضاءه بالابيض. اعملوا سيف للفيديو عشان تمرنوا ايديكم معايا خطوه بخطوه.